احنا عندنا رئيس لجنة حكام مش شايفينه، مش لاقيينه، ما نعرفش بيعمل ايه، ما نعرفش اتحاد الكرة قاعد منتظر منه ايه. راجل قاعد نص موسم كامل ما عملش اي حاجة خالص، عمل المعسكر في بورسعيد. انت شايف شايف الدنيا ازاي؟ هل احنا بنجلد نفسنا زيادة عن اللزوم؟ لا، وراح بطولة شاطئية، هو بيحب الحاجات اللي فيها بحر شوية. خليني احنا مش بنجلد نفسنا زيادة عن اللزوم ولا حاجة. وخليني مبدئيا بمناسبة اتحاد الكورة ومستر فيتور ميلو بيريرا، اتفاجئت امبارح الصبح كده، صحيت من النوم على خبر بيقول ان هم مش لاقيينه، وانه الراجل اختفى وتليفوناته مقفولة وبتاع. فمسكت التليفون واتصلت بيه. مستر فيتور بيتقال كذا كذا كذا، قال لي كويس ان انت كلمتني عشان انا مش عارف الاشاعات دي بتطلع عليا أنا ليه. عارف. قلت له عشان انت مش عارفين، ان الناس مش عارفه انت بتعمل ايه. قال لي لا انا موجود، بس في 2 انستراكتورز من الفيفا موجودين علشان بنعمل معسكر للحكام قبل بدايه الموسم، فانا موجود معاهم. ولسه حكام المعسكر، الحكام الواعدين البروميسنج، وبعد كده معسكر الاليت، وانا برتب معسكر كذا وكذا وكذا، وانا موجود وما قفلتش التليفون ولا حاجه، وانا ما عنديش مشكله خالص. هو الأزمة التحكيمية بتاعت كل موسم أنا شايف إن هي برضو عندنا مختلفة تماما عن أي مكان في العالم. يعني زي ما حضرتك قلت كده، حصل خطأ فادح في مباراة في الدوري الإنجليزي، تاني يوم الصبح كان في قرار حاسم جدا، لأن برضو عشان الناس تبقى مستوعبة، التحكيم في إنجلترا هم تقريبا 14 أو 15 حكم، هم بيلف دول اللي بيحكموا البريمير الدوري ليج، كله. الدوري الممتاز كله. فهنا استبعاد حكم لجولة بيؤثر على الرانكينج بتاعه في نهاية الموسم، وخلاص بيبقى الهيستوري بتاعه فيه مشكلة. هنا في مصر الموضوع وصفه فيتور ميلو بيريرا في حوار إعلامي من أسبوعين كده بكلمة لطيفة، قال الموسم اللي فات ده كان سلطة، لما سألوه على الموسم اللي فات تحكيمية. ليه سلطة؟ قالوا بيقول لك أنتوا الحكام بتوعكوا بيحكموا في كل حاجة، في الدرجة التانية وفي التالتة أحيانا وفي الدوري الممتاز، والحكاية عندكم لخبطة. ماشي، انت هتعمل ايه؟ هو قال انا هعمل حكام كلاس ايه، دول اللي هيحكموا دوري الممتاز زي اوروبا، حكام كلاس بي دول اللي هيحكموا دوري القسم الثاني. مش عارف بقى هو محترفين ولا مش محترفين، ولا بالطول ولا بالعرض، انه دوري غريب شوية يعني. المهم انه هيبقى له حكام لوحدهم يعني، وهو شايف انه ده هيبقى افضل. مشكلة فيتور ميلو بيريرا انه لما جه وبدأ يشتغل وبيقبض مرتبه 20,000 دولار كل شهر، لكن فجأة فوجئنا بيه، عمل مؤتمر صحفي وقال يا جماعة أنا ماليش دعوة بتعيينات الحكام. ده في نهاية الموسم اللي فات، في يعني الجزء الثاني من الموسم. طب أنت يا عم إيه حكايتك؟ قالك لا، أصل أنا لما جيت لقيت زمايلي هنا وهم اللي حاطين الكريتيريا اللي بيختاروا بيها الحكام من أول الموسم، فأنا بحترمهم وأسيبهم يشتغلوا. هو عاوز يوصل رسالة للناس إن أنا براقب اللي بيحصل عشان أشوف السنة الجاية هعمل إيه. طب ما كنت تراقب وانت في البيت، مش لازم تراقب وانت موظف شغال هنا يعني وبتقبض مرتب. لكن الغريب في اللي كان بيقوله انه مش اللجنه اللي موجوده هي اللي عملت الكرياتيريا اللي بيختاروا عليها الحكام، لان اللجنه دي ما كانتش موجوده في بدايه الموسم، كان كلاتنبرج وكان معاه لجنه مختلفه عن اللي موجوده دلوقتي. النقطه الاهم، فيتور ميلو بيريرا في الاخطاء التحكيميه الفادحه اللي حصلت في نهايه الموسم اللي هو كان شاهد عليها، انا عايز اعرف هو هيعمل فيها ايه. احنا وصلت عندنا اخطاء التحكيم في بعض الاحيان الى ان الحكام بتعمل حاجات مش موجوده في قانون التحكيم ولا كره القدم. في اخطاء فجأة، انا معاك مش مختلف، بس احنا شايفين برضو يا عمر اخطاء فظيعه، بس الدنيا بتمشي، لحد بيطلع يهاجم ولا حد بيطلع ينقد، الدنيا ماشيه، الدنيا ماشيه. يعني امبارح ويلفرهامبتون في اول اسبوع خسر نقطتين، كان هيتعادل، ده الكره دي في الدقيقه 96 وهو كان مدي 7 دقائق، خسر نقطتين، خسر 3 نقاط، اسف. فاقصد اقول بس الدنيا ماشيه، يعني الدنيا احنا لقطه زي دي سوشيال ميديا للفريق بتاعه هتقعد عليها يومين ثلاثه. عارف ليه؟ مش لان لجنه الحكام بتقول لك احنا ما بنعلنش عقوبات. صح، دي حقيقه. تمام، طيب العقوبه ايه؟ لا، هما بيقعدوا يتخانقوا مع بعض جوه اللجنه. يعني المشكله انك هتبقى مثلا في هنا لعبه فيها مشكله، فتلاقي حد جوه اللجنه بيفسرها تفسير تاني خالص ان هي مش مشكله، ودي احنا بنشوفها. يعني احنا اتعودنا بالذات رؤساء اللجان الحكام لما بيكونوا من الكوادر المصريه، لازم الحكم لو غلطان يطلع على الهواء يقول انه صح في اي مداخلات. فهنا في مشكله، انت اعمل سيستم ولما يكون في خطا حاسب المخطئ وبسرعه في لجنه الحكام، من يعني من داخل لجنه الحكام اعلن قرارك، لان ده مش عيب. اللي بيغلط احنا عارفين انه غلط، العالم كله شاف انه غلط. احنا شفنا مباراه السنه الموسم اللي فات ده، مباراة بدأت الساعة 9 مساء خلصت الساعة 1:30 بالليل. حصل.
كانت ماتش في الكاس بتاع ام بي وفيوتشر، والحكم عمل اسيست وراح حسبها وخلى الفار يتدخل، والفار ملوش انه يتدخل، والكره خبطه فيه وراح اتدخلت جون وحسبها في الاخر. تمام. وبعدين في نقطه اصعب من كده الحقيقه، نفسي اتحاد الكره يطلع يرد عليها فعلا، اللي هي ازاي في حكام بيشتغلوا اداريين في انديه؟ ازاي انت عندكش حكم محترف، ازاي حكم عامل وموجود في الدوري يبقى بيشتغل في القسم الثاني مدير كوره او مدير اداري؟ ده انا اكتشفت انه مش واحد ولا اتنين ولا ثلاثة، ده كتير. لا الحكام بيشتغلوا، ما انت بتدي له كام يا استاذي العزيز؟ انت الحكم من الاسبوع ال14 في الدوري لغايه ما الموسم خلص ما قبضش، مع ان اتحاد الكره محصل الفلوس دي قبل الموسم ما يبدا. من الانديه قبل الموسم ما يبدا، اوكي من الانديه. طيب الحكام قعدت من الاسبوع ال14 لغايه ما الدوري خلص، لغايه الاسبوع اللي فات، مش الدوري خلص كمان، لغايه الاسبوع اللي فات ما بيقبضوش، بيسافر على حسابه، بيتنقل على حسابه، بيعمل كل حاجه على حسابه. فانت بتطلبه بايه؟ طب هياكل ويشرب منين؟ ولازم عنده شغلانه ثانيه. ما هي برده دي يا عمر انت ما تجيش فيها على الحكام، يعني مش باجي على الحكام، لكن ممكن يشتغل شغلانه ثانيه غير كره القدم، ما يشتغلش في نادي، ده اللي اقصده. ايوه طب وضح لي. طيب انا بكلمك انه لا لا لا، في منهم مديرين مدير اداري ومدير تنفيذي في نادي. طب يا جماعه الانديه دي بتنافس بعضها يا جماعه، دي حقيقه. فهنا النقطه وبيتقال بقى اصل الحكام وده رايحين هيجاملوه، مش يعني حاجات مش لطيفه. يعني ليه حاجات مش لطيفه؟ ليه الحكايه تبقى كده؟ صح انا معاك ان احنا ما ندخلش نفسنا في المهاترات دي اصلا، يعني ليه تحط الحكم اصلا في موضع شبهه؟ انت وضح لي عشان لا ده اللي اقصده، ما اقصدش انه بيشتغل، لكن لازم يشتغل. في حكام ضباط شرطه، وفي حكام مدرسين ومحامين ودكاتره في الجامعه، ده شيء مشرف جدا، وفي العالم كله ما احنا شفنا. لا حكام. انا مش بقول لا اقصد انه غصب عنه لازم يبقى عنده شغلانه، لكن ما يروحش يشتغل جوه نادي وما يشتغلش منصب اداري في كره القدم. ده صح. فهي دي اللي بالنسبه لي اتحاد الكره هيعمل فيها ايه؟ ما حدش بيتكلم فيها حتى جوه لجنه الحكام. يا جماعه بلاش فكره انك اشتغل في اي حاجه اي مجال، لكن ما تشتغلش مدير مثلا مدير كره في نادي بينافس وتلاقي زميلك موجود وانت قاعد على الدكه. انا معاك في دي طبعا 100% الكلام.